أهلا وسهلا. حاسوي فلات بريد، اللي هو يعني هي كأنها بيتزا بس ما هي بيتزا بالمعنى الحرفي. عجينة وفوقها ححط التوبينجز اللي أبغاها. فحديكم مقادير العجينة. هنا حطيت كوبين دقيق مع ملعقتين صغيرة خميرة، وحطيت ملعقة صغيرة ملح وملعقة صغيرة سكر، وقلبتهم مرة كويس. بعد ما قلبتهم حاضيف عليهم ملعقتين كبيرة زيت زيتون، 1 2، قلب الزيت في الأول، وبعد كده حضيف عليها 3/4 كوب موية دافية، لازم تكون دافية، وححطها في العجان لما ما تتعجن لمدة يعني يمكن 5 6 دقائق على حسب ما تتعجن. بالنسبة للعجن، أول شيء أبدأ على الواطي بس لما تندمج المكونات، وبعد كده أرفع السرعة وخليها تكمل عجن. طيب هذه العجينة حقتي بعد ما عجنتها حسيبها في مكان دافي ألين يعني تقريبا ساعة، ألين ما يتضاعف حجمها. هنا حطيت علبة طماطم معلبة مقشرة ومقطعة، حطيت معاها أول شيء، طبعا أنا ما أعرف أنا إيش بسوي بس أنا متخيلة إنه حيطلع مرة لذيذ، كل وليد اللحظة إيش اللي جاي في بالي بسويه. حطيت معاها 1 ملعقة كبيرة باربيكيو صوص جاهز، حطيت معاها ملعقة صغيرة سكر وملح وفلفل أسود، وحاطبخها لين ما الصوص ينطبخ. ما حطيت توم، ما حطيت بصل، ما حطيت ولا شيء، مشتهيات زي كذا بس. طبعا هو حيكون على حرارة في الأول متوسطة، وبعدين حأحطه على حرارة واطية لأنه حيبدأ يطرطش الصوص لما يبدأ ينطبخ. فيعني ممكن تغطوه نص غطاية بس لا تغطوه كامل، أنا أبغى الصوص يقل ويتكثف، حياخد وقت، ممكن ياخد نص ساعة. حطيت باربيكيو وحطيت سكر، أبغى الصوص يكون فيه له حلاوة، أبغى يكون كده سويت شوية مع الدجاج حيطلع مرة لذيذ، فهو ده اللي حاسويه. شوفوا حيبدأ الصوص يغلي، حخليه يغلي كمان، وبعدين بعد ما أشوف البابلز بدأت تبان أكتر من كده تكون أقوى، حأوطي الحرارة الواطي. طيب دحين إيش حأسوي بعد ما بدأت تطلع بابلز؟ وطيت الحرارة، وكل 5 دقايق حأقلبها شوية. طبعا الصوص حيتركز، فالملح والسكر والباربيكيو صوص حيتركز معه. لو دقتوها دحين ممكن تحسوه قليل، فلا تتحمسوا وتزيدوا، استنوا الين الاخير لما الصوص خلاص يخلص دوقوا وشوفوا ايش يبغاله تعديل، لانه لما الصوص يتركز الملح مره حيصير قوي، ممكن السكر مره يصير حالي بزياده. طيب هذه شكلها تقريبا بعد 20 دقيقه او 25 دقيقه، انا بالنسبه لي كده كفايه هذا الكونسيستنسي. تبوا تطحنوها وتخلوها ناعمة تماما اطحنوها عادي، بس انا قطع الطماطم هذه ما تضايقها بالعكس احبها، فخلاص هذه كده جاهزة عندي. بعد ما خلصنا الصوص اجي عند اخر شيء تقريبا حاطبخه، اللي هو صدور دجاج. عندي قطعتين هنا، انا ما ابغى اطبخها في الفرن بالطريقة اللي دائما اوريكم، هي ابغى اعملها على الصاج، فعشان ما تاخذ معايا وقت وتستوي حطيتها في كيس وحاخبطها زي كده الين ما تصير يعني مو مرة رفيعة بس انه تنحف، يعني تكون نص السمك حق هذه كده السمك تقريبا. حتبلها بملح وفلفل اسود وزيت زيتون من الجهتين. سخنت مقلاية على حرارة عالية، لازم تكون حارة، وبعدين احط الدجاج. اذا ما تبغوا يطرطش عليكم، هذا ارهب اختراع ايكيا عملوه، طبعا اتهرى حقي بس ممتاز مرة. هذا ما هو غطا، لو حطيته غطا الدجاج حيصير زي كأنه مسلوق ويطلع مويات، هذا زي كأنه صفاية، يعني يحميكم من الطرطشة وفي نفس الوقت ما يكتم الأكل اللي بينطبخ جوا. بعد 3 دقائق تقريبا قلبته على الجهة الثانية وحطيت نقطة موية، حاجة يعني يمكن 1 ملعقة بس عشان يستوي أحسن، وهغطيه وأستنى عليه كمان دقيقتين أو لين ما أتأكد إن هو استوى من جوا. الدجاج خلاص استوى، شلته حسيبه بس دقيقتين 3 كده يرتاح، وبعد كده حقطعه. هذه عجينتي خلاص اتخمرت، صارت جاهزة. طيب أنا فردتها بس شوية عشان حنقلها في الصينية. هذه الصينية حدهنها بزيت وحرش عليها شوية سميد عشان تديني قرمشة من تحت، وبعدين ححط عليها العجينة وحفردها بيدي. حاولوا تفردوها على مقاس صينيتكم، هي ما تكون ترى مرة رفيعة ولا مرة سميكة، وسط. واسمها فلات بريد عشان ما فيها حواف مرتفعة، ما فيها كذا، يعني ما هي زي البيتزا، البيتزا كأنها خبز ومحطوط عليه توبينجز، فحخليها كلها بمستوى واحد. أنا أعشق زيت الزيتون، أنتم ما لازم تحطوا زيت زيتون في دي الخطوة بس أنا ما أعرف مرة أحب أحط زيت زيتون كتير، فحطيت هنا شوية زيت زيتون. حفرد الصوص على العجينة وحوصل للأطراف مو مشكلة، وما يعني ححاول أوزعه، ما أبغى كذا متكتل في مناطق ومناطق.
بالنسبة للأجبان، بما إنه الصوص حالي فأنا حاطة جو تشيز، جبنة ماعز عشان تكسر الحلاوة شوي، لأنه جو تشيز مالحة. بس مشكلة الجو تشيز مو كل الناس تحبها، بس أنا مرة أحب الجبنة دي. فأنتوا عادي ممكن تحطوا موتزاريلا، وهادي موتزاريلا عادية، ممكن تحط المبشورة، بس أنا هذه عندي من أول في الفريزر، فقلت خليني أستخدم الموجود وبقسمها كده يعني راندملي. هحط عليها شوية بصل أحمر، مرة حيدي طعم لذيذ. أقطعه بس رفيع عشان ما ياخد وقت معاكم في السوا. بالنسبة للدجاج، قبل كده جربت أعمل شيء زي كده ودخلت الدجاج في الفرن ومرة صار ناشف، فالدجاج مطبوخ أوريدي، ما ححطه دحين، هأدخلها هخليها تنطبخ براحتها، لأن الفرن مشغل من أول على درجة حرارة عالية، تقريبا هتاخد من 8 إلى 10 دقائق. بعد كده هطلعها وهحط الدجاج وهحمرها شوية من فوق. طب أنا قلت لكم إنه أنا برتجل اليوم، طيب فالدجاج عشان حسيته كده حيكون مرة سادة، حطيت عليه مرة شوية باربيكيو صوص وهأخلطه عشان يتغطوا مرة كويس. بس زي كده خلاص، دحين بستنى اللي في الفرن يخلص عشان أحطها فوقه. بعد 8 دقائق تقريبا خلاص تحمرت من تحت، انا شيكت عليها بس ماني قادره امسكها، هحط عليها الدجاج زي ما قلت لكم وهدخلها بس تتحمر شويه من فوق. طب خلاص طلعت من الفرن، هقطعها هزينها كده شويه وان شاء الله اصورها وانزل لكم الوصفه مره قريب. دوب صورتها، رائعه. الجو تشيز يا جماعه لازم تدوها فرصة، جبنة الماعز من جد أدوها فرصة، من الأشياء اللي مرة لذيذة ومرة ماشية مع حلاوة الصوص.